مرحبا. اخترنا اليوم موقع التصوير بالسينما لأنه للتو انتهيت من مشاهدة فيلم A Score to Settle بطولة نيكولاس كيج، محمد كريم ومجموعة أخرى طبعا من نجوم الفيلم غير العرب باستثناءك محمد كريم. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا بيك حبيبتي، سعيد جدا أن أنا معك النهاردة وبرنامج الجميل على سكاي نيوز، ومبسوط ان يعني مش العاده ان احنا نصور في لوكيشن كده وانت خطفتيني من العرض على طول على هنا بمجرد انتهاء العرض. تعرف محمد، قبل ما اشوف الفيلم كنت متخيله اشوف نيكولاس كيج مع مجموعه من الاجانب، في واحد عم بيحكي عربي، ما كنت متخيله ابدا انه تكون شخصيتك لواحد منهم امريكي يعني بالفيلم. ليه اخترت انك تكون واحد من العالم مش تعمل مثل اي تجربه عربيه اخرى؟ والله بصي، اللي انت قلتيه ده اسعدني جدا، دي من اكتر الحاجات اللي انا منتظرها ان انا اسمع الفيدباك من الناس، عشان ما تبقى الواحد عمل حاجه مختلفه، عمل نجاح مختلف. لو انا عملت يعني دور واحد عربي في فيلم في امريكا او في هوليوود عامه، يبقى الواحد قدم ايه جديد؟ خطوة مهمة وقوية وصعبة الوصول ليها. بس أنا بالنسبة لي ما عدتش السنين دي كلها أحاول وأتعب وأسافر وأرجع عشان في الآخر أعمل حاجة أوريدي اتعملت قبل كده. فأنا كان مجهودي، وعلى فكرة كان ممكن الخطوة دي كانت تبقى من 4-5 سنين لو أنا كنت عملت الأدوار اللي هي العربي اللي انت بتقول عليها دي. نعرض عليك هيك شيء وما اشتغلتها؟ مش حابب ان انا اطلع في الدور اللي اطلع اتكلم عربي واقول بوم والله اكبر وام فرقع نفسي والحاجات دي. انا يعني ضد المنظومه دي، وشايف ان احنا نستاهل اكتر من كده بكتير. وممكن خلي بالك الموضوع ممكن يبقى سهل على حد عربي مولود هناك، ما شافش الوطن العربي، ما ترباش في الوطن العربي، ملوش صحاب، ملوش جمهور، ما مثلش في الوطن العربي، بيبقى اسهل بكتير لانه مش خايف من حاجه، هو زيه زي اي ممثل امريكي عادي موجود هناك عايز يثبت نفسه وعايز يمثل. احنا بالنسبه للموضوع بيبقى اصعب لو فكرت فيها، لان اتولدت في مصر وكبرت في الوطن العربي وليا مسلسلاتي وافلامي وبرامج وعملته، فليا الحمد لله قاعده كويسه مع الناس وليا علاقه كويسه مع الناس، فاكيد ما اعتقدش ان انا اقدر افكر بطريقه ان انت تقدري تعملي دور يسوق لينا او ان انت تكملي الشكل اللي دايما متحط فيه. خد مني وقت، ضعفت في اوقات كتيره جدا صح، لان السنين كانت بتعدي وعندك مانجمنت هناك بيقول لك طب محمد انت عندك ادوار ووافقوا عليك وانت ممكن تصور، وانا بقول لا وانا ما عنديش بديل وندمت في 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 حاجات. على اي واحد ندمت؟ لا بدك تقول كان دور حلو في مسلسل قوي. شو هو؟ لا ما ينفعش. بس كان دور حلو، واللي عمله مش عربي، لكن مثل دور العربي، عمله ايراني وهن تقريبا عندهم نفس الشكل تبع العرب، بس ما قدرتش اعمل الدور لان حساسيه الموضوع نفسه، مش شايف ان انا ممكن اعمل حاجه زي كده، ومش عايز اخسر حد ومش عايز اخسر حاجه، مش عايز اخسر نفسي. خد مني وقت، خد مني وقت، بس في الاخر الحمد لله قدرت اعمل اللي احنا شايفينه ده دلوقتي. وان انت بصي احنا اصحاب من زمان، فاكره كنت دايما بتساليني تقولي طب انت محمد رحت، فاكره رحت على هالكد بالاوسكار، كنت بالامي او اكزاكتلي كنت حتى كنا بنتقابل في مهرجان دبي السينمائي، كنت تقولي طب ايه الاخبار هناك، طب احكي لي، طب بتعمل ايه، طب انا تعاونوا على قضاء حوائجكم بالكتمان، انت كنت من هذا النوع؟ انا من هذا النوع، وكنت بستحمل كتير لان يعني ما كانش حد فاهم إيه بيعمل ايه، وانا مش عارف اتكلم ومش عايز اقول وفي نفس الوقت مش ضامن حاجه. يعني انا وقفت شغل كتير قوي كان ليا، وفي نفس الوقت يجي مثلا حد يكلمني يقول كريم الفيلم بعتناه لك قريته، حلو حلو جدا، طب يلا هتيجي، اقول له طب ما انا يعني مش قادر. ليه هتصور حاجه؟ لا. طب امال ايه؟ طب انا في امريكا. طب تعمل ايه يا ابني في امريكا؟ طول ما ان شاء الله يعني انت مش قادره تتحركي لان على طول في اوديشنز وانت مش عارفه الفرصه تيجي امتى. بدي اقول لك يعني كريم في مواجهة لنيكولاس كيج، شيلك عن الخبرة وعن النجومية اللي هو محققها، بس فكرة انك انت تكون في مقابل لإله، الند لإله بالفيلم، وتنزل صورتك على البوستر بنفس حجم الصورة تبعه، انا انبسطت.
ميرسي ربنا يخليك. عن جد انا انبسطت، فانا اليوم جايه وكلياتني حماس، انه كل شيء كنت تحكيه من قبل هلا شفته بعيوني محمد. انت مش عايزه اقول لك مدى ساعتي انا بسمع منك ده قد ايه، يعني انا بقول الحمد لله ده رد قوي، وده زي ما بيقولوا يعني بعد صبر طويل، فانا مبسوط ان النتيجه كده. وبقول للناس كلها بجد انا بشكر كل الناس اللي وقفت جنبي، وبشكر كل الناس برضو اللي ما كانتش فاهمه انا بعمل ايه، واللي ما وقفوش جنبي، واللي انتقدوا محمد كريم، لان من غير الناس دي ما كنتش هبقى عندي الاصرار ان انا اكمل، وكنت هبقى زي اي حد راح هوليوود وسافر، لان انت مش متخيله كم عدد مئات الالاف الناس من العالم بتيجي كل سنه هوليوود تعمل اوديشنز. بتعمل اوديشنز، انا ممكن انا كنت بخش غرفه الاوديشن دي اضحك عليك اقول لك ايه مثلا، انا لا يقل عن 60 واحد شبهي، فانت بتخشي على دور بتقري انت واكتر من 60 70 واحد على نفس الدور، والشطاره اللي احسن، متخيله كومبيتيشن عامله. طب محمد انت حدا نجم بمصر وبالعالم العربي، ما كان يحسسك بقلة قيمتك او يكسرك شوي لما تعمل هدول الاوديشنز بامانه؟ دي الحاجه الوحيده اللي لو قدرتي تسيطري على نفسك فيها وتستحمليها هتوصلي. انا قعدت مع كبار المنتجين في هوليوود، وقعدت مع استوديوز كبيره جدا، وفي اسماء كبيره في الغنى، مش بس التمثيل، في الغنى وفي التمثيل، ما قدروش لان عندهم حته انا كذا وبتاع، ودي حقيقه. انا ممكن انا بتجنن مثلا بعد ربع شهر خمس شهر وانا هناك محدش عارفك، فاهمه؟ فممكن اول شهر عادي، ثاني شهر في الاخر بيوحشك حته فين ناسي، فين يا جماعه السيلفي والحاجات، فاهم قصدي؟ مش بس عشان الناس عارفينك تتصور معاكي، لا عشان يعني انت يعني عايزه نتيجه. انا بفهمك محمد، انا يعني بفهمك، انا بشوفك ماشي على الريد كاربت باي مهرجان عربي، بشوفك ماشي كنجم مثلك مثل اي نجم اخر، فانت بتروح لهونيك كمبتدئ ما حدا بيعرفك، يعني انت مثلك مثل اي واحد هلا طالع من المعهد او يمكن ما جرب. يعني انا فاكر الاوديشن بتاع سكورت ساتل ده، انا اليوم ده كان عندي 3 اوديشنز غير هيدا الفيلم، كان فيلم وفيلم وكان مسلسل، فانا متعود بتروحي من هنا لهنا لهنا بتجري يمين وشمال، فده كان من ضمن الاوديشنز اللي رايح تعمل عادي تجربه الاداء بتاعتك وتمشي. ودايما احنا لينا جروب كده ممثلين في امريكا، يعني اصحابي في لوس انجلوس كلهم امريكان، دايما بنحتفل باللي بيجي له حاجه اسمها كول باك. كول باك يعني انت رحت عملتي اوديشن فبيرجعوا بيتصلوا فيك، وكلموكي قالوا لك على فكره انت تم اختيارك من مثلا ايه العشرة ولسه هنكمل يعني. فدي انا عمري ما سمعتها لي يعني الجزئية دي، كنت دايما اروح احتفل مع ناس تانية ما احتفلتليش خالص الموضوع. فده معناه مين كان الكول باك ده بالعم؟ وكل ما اخش الاوديشن روم الاقي نفسي يا جماعة حد يمثل ونخلص عشان العدد يقل، مفيش. فاكر بعد ما خلصت وده كان من ضمن الاوديشنز، تاني يوم المانجر بيكلمني بيقول لي، كنت انا في حفلة فكلمني وانا مش سامع، فبيقول لي listen I want to tell you something really important. فانا قلت في كارثه ولا حاجه، فقال لي بص I'm sorry to tell you this يعني. قلت له what happened؟ صفي. قال لي you got a call back. قلت له what did you say؟ قلت له ايه؟ كول باك؟ لا خرجت بقى من الموضوع، انت ما تلعبش بالموضوع ده. فقال لي كول باك، وعملنا زي ما بقول تصفيه ثانيه لحد الحمد لله ما تم الحمد لله. لو انعمل هيدي الاوديشن نفسها او كل الاوديشنز اللي انت عملتهم بمصر بتقبل تعملها؟ اوديشنز لافلام امريكيه؟ لافلام مصريه. ازاي؟ يعني بيجي مخرج وبيقرر انه هو بده نجوم لفيلمه، بده 10 نجوم ممكن يكون في منه الناس مبتدئين، بده اياك تجي على الاوديشن تبع الفيلم تعمل. لو دي المنظومه بتاعتنا هنعملها، ولو المخرج من المخرجين اللي احنا فعلا نتمنى نشتغل معاهم ومن الناس المتملكه جدا من ادواتها شرف ليا طبعا، لان انا انبسط لما يكون في منظومه كده موجوده في الوطن العربي. قد ايه بدنا بالعالم العربي لنوصل
ولا كثير سؤالي صعب؟ لا قولي قولي. قد ايه بدنا هون بما انك اشتغلت التجربتين؟ بينقصنا كثير صح؟ انت رايك ايه؟ بعتذر انا اسفه على الصح. بس كثير مطولين محمد، مع انه في ناس محترفين هون، شو بينقصنا اكثر شيء؟ يعني شو الاساسيات؟ مخرجين عندنا كوادر اخراجيه لو راحت وخدت فرصه، انا بقول لك هتكسر الدنيا، هتكسر الدنيا. ممثلين عندنا ممثلين فنانين عباقره، كتار سيناريو شاطرين جدا، وفي ورش عمل بدات تيجي من هوليوود كمان بيساعدوهم وبيعملوا معاهم. احنا اعتقد الموضوع مش في التالنت، احنا الموضوع بس في المنظومه نفسها. ان يعني هناك مثلا في ليه هناك سيستم قوي؟ لان وراء محاسبه قويه. انا اقول لك على حاجه هتضحكك، ثالث يوم تصوير فانا قاعد فلقيت البنت جايه بتخبط على التريلر، احنا بالليل، تقول لي ان يعني قالت لي كيفن وشان وإيريك دول اثنين بروديوسرز والمخرج they wanna talk to you. اي ساعة؟ على 10 بالليل. انت عارفة يعني ايه اثنين بروديوسرز والمخرج جايين عايزين؟ انا قلت في كارثة سودة، بدأت اشوف مصر الطيران قدامي ان انا بعمل لاندنج في مصر خلاص. يعني بدأت ايه اللي هو يعني طبعا 100 تريليون حاجة في دماغي، وانا عكيت ايه؟ عملت حاجة؟ لا عملت بوست لحاجه ولا عملت، وشغل ماشي صح والدنيا تمام. طب 100 مليون حاجه بقى، طب اعمل ايه؟ قلت لها طب اوكي there is anything right. قالت لي لا. قلت لها طب ليتر مان يعني انت وانا اعمل ايه؟ طب يا جماعه لموا بقى الحاجات بقى وحاسبوا على البوفيه وما تقولوش لحد بقى الموضوع عشان شكلنا ما بقاش وحش يعني. فمش عارف اعمل ايه، فدخلوا لي فلقيتهم جايين بورقه وقلم، فقالوا لي مو we're really sorry we apologize. انا سمعت sorry apologize دي قلت كده تمام، حبه تحت اللسان كده تمام قوي كده، بدات الم في الهدوم على طول. قال لي ايه بقى الباشا ده؟ ردا بقى اللي انت كنت بتقوليه، قال لي it's now it's 10 p.m. الساعه 10 بالليل، we're really sorry we need you 25 minutes more. عايزينك 25 دقيقه زياده، بس ممكن تمضي لنا وتوافق لنا، لو انت مش موافق خلاص، بس اللي انت موافق تمضي لنا توافق ان احنا نقعد بس 25 دقيقه زياده ممكن. حياه المصحف انا يعني لما اتقال لي الموضوع ده طبعا من جوايا بدات اهدى، عشان بدات ابص للناس دي، ما هو لا انتوا عبط، انا اللي في حاجه غلط مش يعني. فطبعا انا يعني I was speechless، مش عارف اقول لهم ايه الحقيقه، بس قلبت معايا بكوميدي يعني. قلت لهم اوكي لاست تايم يعني تكرروهاش. طبعا يعني ده يوريك ازاي الناس منظمه بتقدر ده ليه عملوا ده ليه. مش عشان هم منظمين بس، عشان لو بعد وقت معين صوروا من غير موافقتنا النقابه تيجي وراهم، مليونز اوف دولارز تترفع عليهم قضايا. فطبعا المؤسسات، فهي دي اللي بقول لك عليها مؤسسه ونظام. انما كوادر تصوير انتاج تمثيل كل ده عندنا، هي بس لو في سيستم. بانتظار تجربتك الجديده محمد، عندك طياره على السعوديه صار لازم صح. تروح صح. شكرا كثير لوجودك، مبروك فيلمك. ميرسي ليكي جدا، وميرسي للساده المشاهدين وميرسي لدعمكم، واتمنى يا رب يعني زي ما قلت دي خطوه بدايه قويه، ان شاء الله اللي جاي اعلى واكبر، وان شاء الله الفيلم ده هيعمل تورينج في الوطن العربي، وألقاكي بإذن الله في هوليوود المرة الجاية. ميرسي.